بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا كلام تخين في الدين. النهاردة لنا رسالة جميلة قوي. الرسالة دي بتقول اقبلوا من الله عافيته. طبعا دلوقتي كل اللي بيسمعونا هيقولوا هو في حاجة اسمها اقبلوا من الله عافيته؟ طيب ايه عافية الله ديت؟ خلي بالك الكلام ده مش كلامنا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، إنه بنقولش غير الأحاديث الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلام رائع، بيقول فيه ما أحل الله في كتابه فهو حلال. خلي بالك، ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام. خلاص يبقى أمر منتهي، يبقى في أمر وفي نهي، ده صح ده غلط، ده حلال ده حرام. بس النبي صلى الله عليه وسلم كمل وقال وما سكت عنه فهو عفو ولم يكن ربك لينسى. اوعى تفتكر ان ربنا سكت كده ناسي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى وما كان ربك نسيا، ربنا ما بينساش. وما سكت عنه فهو عفو. وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقبلوا من الله عافيته، هو ده المقصود. في امور كتير ربنا سبحانه وتعالى سابها لنا احنا، سابها لاجتهادنا، سابها لاختيارنا، مش اختيارنا كده العادي بما يتناسب مع مصلحتي، لا، بما يتناسب مع المصلحه العامه للوطن وللبلاد وللعباد الى غير ذلك. وده يعلمنا ثقافة اسمها ثقافة الاختلاف، مش ثقافة خلف خلاف اللي احنا بنعيشه الأيام دي. لازم نعيش ثقافة الاختلاف، ولازم نختلف بس يكون غايتنا واحدة، ده اللي ربنا عايزه. فاقبلوا من الله عافيته في حالات كتير بنتعرض ليها، حالات اقتصادية، حالات اجتماعية، حالات تربوية، حالات تعليمية، حالات سياسية، إلى غير ذلك. الحالات دي ربنا سابها لنا حسب اجتهادنا وحسب تفكيرنا بما تناسب مع المصلحة العامة، وفي نفس الوقت لا يصادم الكتاب والسنة. مش أطلع وأقول ده الصح بس الصح ده بيصادم الكتاب، ما خدش بيه. خلي بالكوا يا جماعة، هي دي عافية الله سبحانه وتعالى، هي دي اللي بنسميها منطقة العفو في الدين الإسلامي. ربنا ساب لنا حرية الاختيار بما تناسب مع المصلحة ولا يصادم الكتاب والسنة. دايما لما نخش في حوار مع حد أو في جدال مع حد، خلي مرجعيتك دايما هي الكتاب والسنة. ما تخليش دايما انك عايز تنتصر على الاخر، ما تخليش دايما انك عايز تنتزع عبارات الثناء، ان الناس تشكر وتقول ده فلان غلب فلان، لا، الكلام ده مش عندنا. لازم نحدد مرجعيتنا اثناء الحوار وهي الكتاب والسنه. لازم في حاجات اصلا ليست محل للنقاش وليست محل للخلاف وليست محل للحوار وليست محل للجدال. الحاجات دي اللي هي متعلقة بالدين نفسه، بالعقيدة، بأصول الدين، لا، الأمور دي غلط. إذن علينا أن نقبل من الله عافيته، وأن نعمل عقولنا، وأن نجتهد جيدا بما تناسب مع المصلحة العامة ولا يصادم الكتاب والسنة. هي دي المقصودة من رسالتنا، اقبلوا من الله عافيته، وهو ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انتظرونا في رسالة جديدة في لقاء قادم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.